اهلا وسهلا بكم معنا في قناة مروكا كوكينج. اليوم غادي نشوفوا بريوات ملحي بالكفتة. لهذه الكيفية غادي نحتاجوا كفتة، هي الكمية على حسب البريوات اللي غادي توجدي. عندنا بصلة متوسطة الحجم مقطعنا بالطريقة هذه، عندنا كمون، عندنا فلفل احمر او التحميرة، عندنا ابزار، عندنا قليل من المعدنوس والقزبر، وشويه ديال القريفه، قرفه مطحونه، عندنا ملح، عندنا الزيتون مقطع، عندنا بيضه، وعندنا الشعريه الصينيه اللي هي دوزناها بشويه ديال الماء طايب وقطعناها، عندنا شويه ديال الزيت، واكيد عندنا الورقه اللي انا كنجيبها واجده. غادي نبداو على بركة الله. ناخذ البصلة نوضعوها في المقلاة باش كنشحروها، نوضعو عليها التوابل ديالنا، الزيت، كنوضعو داك شوية ديال القريفة، من بعد كناخدو شوية الملح، شوية ديال الكمون، فلفل احمر وفلفل اسود. هي شويه الطريقه كتكون بسيطه وسهله. قزبر ومعدنوس، عندنا الزيتون، غادي نديروا البصله ديالنا تشحر ومن بعد غادي نضيفوا لها الكفته. في هذه الاثناء سيدتي، من بعد ما كنشوفوا بان البصله ديالنا بدات كتاخذ اللون، بدات كتهبط يعني كتشحر او كتقلى، فانا كنضيف ديك الكفته ديالنا، كنضيف داك الشعريه الصينيه، وكنخلي كلشي تقلى. ديالنا كله نبدا نضربها تشوفو حتى تما، فهاد الأثناء ملي تنخليو الكفتة ديالنا والبصلة كتقلى، كنقطعو الورقة باش ناخدو نفس، تكون عندنا نفس الورقة بنفس القطعة، ناخدو نعبروها بهذا الشكل ونقطعوها هكا، من بعد كنحصلو على واحد القد باش نبداو تسهل علينا عمليه التعمار. انا غادي نقطع الورقه ديالي ونرجع نكملو نشوفو التتمه. بعد سيدتي ما بردات عندنا العماره اللي هي الكفته والشعريه الصينيه وشي ديال الزيتون وعندنا التوابل، دابا غنبداو في تحضير البريوه. البريوه ديالنا كناخذو الورقه كنوضعو فيها القليل من الحشوه بهذا الشكل، وتنبداو نشكلو البريوه ديالنا بهذا الشكل. انا خدامه بيد وحده، انت سيدتي ممكن تحكمي بهذا الشكل. كنحاولوا نزيرو دائما البريوه ديالنا حتى الاخر، كيبقينا هذا الجزء هذا كنضيفوا ليه قليل من البيض، هذيك البيضه اللي كنا ضربنا، وكناخذ هذا الجزء هذا كندخلو لداخل باش كتقفل لينا البريوه وما كتحلش بهذا الشكل. انا مديت من قبل ووجدت البريوات ديالي، نعاودو، هادو هما الاجزاء اللي كنا قطعنا متساويين، كنوضع القليل من الحشوه. انا كنستعمل يدي باش كتسهل عليا دائما الخدمه، فانا دائما كنقول اليد احسن نحسو بالاشياء، والاشياء حتى هي كتحس بينا، كطوعنا هذا الشكل. كنحاول دائما انا كنطوي وكنزير
البريوه ديالي بهذا الشكل، غير سهله. حتى كيبقى ليا الجزء الاخير كندير له شويه ديال البيض، من بعد كنطوي كنخشيه لداخل، كتجيني البريوه ديالي بهذا الشكل. انا غادي نكمل تتمة ديال العمارة ديال البريوات، وسيدتي كتبقى لك الحرية بأنك تقليهم في الزيت أو تدخليهم الفران. كندهنوهم بشوية ديال الزبدة والزيت وكنحطوهم في اللاطة وكندخلوهم الفرن، إلا ما بغيناش كنقليهم في الزيت. كل واحد الرغبة، كل واحد على حسب شنو اللي كيعجبو. هادو بريوات سهلين، ما فيهمش قوام بزاف. كنعرفو حنا كنسمعو البريوات كنقولو اللوز هنا ليه، هادو بريوات مالحين سهلين، كفيتة مع شوية ديال الزيتون. بغيتي تزيدي الشعرية الصينية نديروها، ما بغينيش، ماشي إجبارية. العطرية ديالنا والورقة، وحنا عندنا بريوات ممكن نوجدوهم، ممكن أننا نعمروهم بهذا الشكل هذا وكنخلوهم في المجمد فوقاش ما بغيناهم، حنا كنجبدوهم وكنستعملوهم. انا غنبقى على هذا الشكل هذا حتى كنسالي جميع الكميه ديال الحشوه اللي عندي والورقه، ونشوفوا الشكل النهائي ديالنا ديال البريوات. بعد سيداتي درنا كملنا كاع الحشوه ديالنا والورقه ديالنا اللي عندنا. انا درت الزيت السخون وبديت كنقلي بهذا الشكل، فقط تحمر عندنا. كنعرفوا بان الحشوه كلها طيبه، الكفته ديالنا طيبه والبصيله وكلشي طيب. انا كنحمر حتى كياخد هذا اللوين هذا، كنزولهم من الزيت ونقدمهم ان شاء الله في طبق التقديم. فقط ياخد تاخد الورقه اللي الذهبي ونزولهم من الزيت. نبقى انا سيدتي على هذا الشكل حتى كنكمل كاع البريوات اللي عندي، ونتلاقاو مجموعين باش نشوفوا الشكل النهائي ديالنا ديال البريوات مالحين. هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال البريوات المالحين، كيجو مقرملين وكيجو على هذا الشكل هذا، كيجو رائعين. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديالنا، ما تبخلوش علينا بالتعاليق ديالكم دائما. اللي يعجبكم الفيديو ديالنا ديال نجم، هذه البريوات جد سهلين في المتناول الجميع. وهي معايا الى نقول لكم صحه وراحه، شهيه طيبه. مرحبا بكم دائما معنا في قناه مروكان كوكينغ. صحه وراحه.